واش الكمبروكه. اليوم غادي نروح الطاجين كواري. كنحتاجو كيلو ديال السردين منقي ومغسول محيده ليه الجلده ديالو ومطحون، كاس ديال الزيت، ربيع قزبر المعدنوس، تحميره، ثومه، سكينجبير، خرقوم، الكمون، مطيشه هنايا ديال الكح ديال الحك ديك الكونسيرف، سمحوا ليا، شويه الملح، خيزو مقطع، فلفله، بطاطا ومطيشه. دابا غنبدا نديرو الزيت هو الاول. كنديرو هنا عليه، كنديرو في الطاجين. سكينجبير هاد العطريه غنديروها في الطاجين. الملح انا ما كنكثرش هنا حيت اصلا السرديل فيه الملح، غنديروا شويه الملح هنا في الطاجين. مطيشه هذيك الكونسيرف ديالنا المعلبه، ها هي تذوب مزيان. دابا نستفو الخضره ديالي، الفلفله، خيزو، يكون هادشي كله دوائر الكرقيق باش يطيب لينا في الطاجين. كملنا خيزو، دابا غنديرو بطاطا. ومطيشه غنديروها هي اللي غنديروها من الفوق. دابا تنخلطو السرديل ديالنا، بسم الله، حنا كنكورو في السرديل ديالنا كنديروه كويرات، خلطناه مزيان حتى كيتجمع هو بديك العطريه ديالو. من بعد ما كملنا الطاجين كورناه كله درناه كويرات، دابا غنديرو فيه فوق منو هاد المطيشه. انا ما كنديرش الحامض، هو كيبغي الحامض السرديل، انا ما كيعجبنيش الحامض ما كنديروش. دابا غندير واحد المزيود ديال الفلفله حاره وغنردو يطيب. ودابا غندير واحد الشلاضه مرافقه لهذاك الطاجين اللي درنا ديال الكواري ديال السرديل. كنحتاجو فلفله كبيره، اي فلفله اللون اللي عندكم، يا الخضر يا الاحمر يا الصفر، ماشي مشكل. عندي انا هاد مطيشات، درت ثلاثه مطيشات وجوج دنجالات مليحه، كنديرو الكمون. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش الطريقه ديالها. كنديرو الكمون والثومة والزيت العود فيها. انا غنشوي هادشي، دابا غيتشوى كله وغيتغسل. من بعد ما شوينا الدنجال والفلفله والمطيشه، حيدنا لهم القشره ديالهم وغسلناهم، ودابا غنبداو نقردو فيهم باش ندخلوهم باش نديرهم في البوطيط شويه. الدنجال تشوى بزاف.
الماكله ديالنا نحطوها فيها. ومن بعد ما نقطعوا كل شيء نوريكم كيفاش غنديروا العطريه ديالنا وداكشي. احنا قطعنا مطيشه والفلفله والدنجال، دابا غنديروا نص كاس ديال زيت العود، ثومه، شويه الكمون، دابا غنديروا مليح. احنا دابا جمعناها وغردوها طيب. هي راه كلشي الخضره ديالها طايبه، غير العطريه خاصها تجانس شويه مع الخضره. انا غنديرها دابا فوق البوطه طيب ونوريكم ها الشلاضه ديالنا. بدات كتوجد الطاجين ديال المطعم. ها هو الغدا ديالنا وجد، ها هو الطاجين ديال الكواري، الشلايضه ديك الشلاضه اللي درت، خبز ديال الدار. بالصحه والراحه، ولا يعجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على المربع الاحمر وتفعلوا الجرس، وشكرا لكم.